أنا برحلة البحث عن أجمل شاطئ على جزيرة كوبانغان، فيلا تعالوا معي. بإجازة عيد الأضحى قررنا أن نسافر لتايلاند، وبالتحديد لجزيرة كوبانغان اللي هي بالنسبة إلي كانت أحلى جزيرة بتايلاند بفترة سكني بعام 2018 لما كنت أشتغل بقطاع الفندقة كمديرة برامج الولاء لفنادق 5 نجوم. كنت كل أسبوعين أخذ طيارة وأستكشف الوجهات المختلفة بتايلاند، ومن ذاكرتي كانت جزيرة كوبانغان أجمل جزيرة هناك، لكن رحلتها كانت شوي صعبة من الرياض. بس هل يا ترى بتستاهل الزيارة؟ وهل وجدنا أجمل شاطئ فيها؟ من خلال هذا الفيديو رح أخذكم برحلة لحتى نستكشف مع بعض متوسط أسعار الطعام، التنقلات والفنادق بهاي الجزيرة. وطبعاً أنتوا رح تقرروا معاي بآخر الفيديو شو هو أجمل شاطئ على الجزيرة. بدأنا سفرتنا من مطار الرياض، ومن بعد 3 طيارات وباص وسفينة وصلنا لوجهتنا. Good morning. Okay. مع صوت المعالق. صباح الخير. So هذا ثاني نهار، امبارح وصلنا على كوبانغان واليوم رح نروح نستكشف الشواطئ اللي قريبة منا. نحن هلأ قاعدين تقريباً بالغرب، ففي حدنا أكثر من شاطئ حابين نشوفه مثل سالاد بيتش، سيكريت بيتش وزين بيتش. خلينا ندور على أجمل شاطئ بالعالم. أحب أنوه إنه لما سافرنا كانت فترة غير موسمية بتايلاند، الحرارة كانت نسبياً أعلى والمد والجزر أقوى، وهذا الإشي كان بيأثر على جمال البحر. نحن هلأ على زين بيتش. أول شاطئ كان سالاد بيتش، حلو قعدته، قعدنا بكافيه، خدنا ووتر ميلون. نحن هلأ باللو سيزن، فبيكون المد والجزر أقوى، فبيكون الشاطئ لازم تمشوا كتير لحتى تروحوا على الشاطئ. هلأ هون بزين بيتش غير. خليني أحكي لكم عن تاني شاطئ رحنا له اللي هو كان اسمه سيكريت بيتش، لذيذ بس نفس الشيء كمان، البحر شوي ممتد لجوا كتير، يعني أحلى شيء تجوا هون على وقت السانسيت لحتى تتطلعوا على هذا المنظر الحلو. معلومة صغيرة بس تيجوا على زين بيتش، انه لما بتروحوا على اليسار رح يكون شط طبيعي، لما بتروحوا على اليمين رح يكون الشاطئ شوي نود. فإذا معكم عائلة او ما بتحبوا هاي الاشياء خليكم منتبهين. ورح يكون هون كل جمعة في درام سيركل. Thank you.
هذا المكان رهيب، ممكن يكون مكان مميز لحتى تطلعوا في ديت أو حتى أنتوا أصحابكم تتعشوا فيه وتحضروا موفي. بيعملوا موفي نايت كل ليلة. استأجرنا باجي وأنا كنت أسوق، لأنه السواقة بهيك جزيرة من أحلى التجارب اللي ممكن تعملوها. الباجي كان بيكلف 10 دولار باليوم وفي تأمين مسترد بقيمة 140 دولار. إذا كنتوا حابين تستأجروا موتور بايك هيكون أرخص ورح يكلفكم تقريباً 7 دولار باليوم. من أهم الأشياء اللي لازم تنتبهونها بتايلند لما تستأجروا بايك، بعض المحلات رح يعطوكم option إنه تسلموا الباسبورت تبعكم بدل من التأمين. بنصحكم إنه ما تسلموا الباسبورت لحتى تتفادوا أي مشاكل ممكن تواجهكم إذا صار معكم أي حادث لا سمح الله بالبايك. بعدنا بمهمة البحث عن أجمل شاطئ على جزيرة كوبانغان. اليوم سقنا من عند منطقة زين بيتش لهون، وصلنا لشاطئ اسمه كوما بيتش. أخذنا الطريق تقريباً 17 دقيقة، فالمكان صراحة it's worth it لأنه الشاطئ هذا طويل، بيتميز أنه في جزيرة رملية ورايه تفصل البحر، وعلى الجهة الثانية في جزيرة صغيرة، فحلو المكان هيك الواحد يتمشى فيه. في أكثر من مكان تقدروا تقعدوا فيه، كافيه، ريستورانت، و I think في أكثر من ريزورت هون الواحد إذا حابب يقعد هون، لأن المنطقة كتير هادية وما فيها كتير سياح مثل زين بيتش. زين بيتش حلو، البحر بجنن، بس يمكن الداون سايد إنه في كتير صيصان. So إذا أنتوا ما بتحسوا حالكم مرتاحين حوالين هيك إنرجي، ممكن تجوا لهذا المكان، بصراحة بنصح فيه. وهلأ رح نروح أنا ويزن نتمشى للجزيرة الثانية ونشوف شو في هناك. ما بعرف إذا أحلى بيتش، منقرر بآخر الفيديو. نحن هون هلأ عم نمشي بنص الجزيرة الرملية، فالجزيرة شوي أكبر من المعتاد بالعادة، الجزيرة أصغر وفي طريق ضيق بيوصلكم على الجزيرة الثانية. إذا شايفين هيك نروح نشوف إذا في هيك سبوت نقدر نشوف البحر من فوق. أنا هاي الجزيرة من مفضلة عندي هون بتايلاند، كنت عايشة هون ببانكوك، عشت بـ The Peninsula Hotel، رحت على كل الجزر تقريباً هون، رحت على بوكيت، على كو بيبي وكو تاو، كو بانغان، كو ساموي، باتايا، بانكوك، كرابي، سوراتاني. ما رحت على الشمال يعني تشانغ ماي لأنه هناك منطقة أكثر جبلية كتير حلوة، أكيد روح عليها، بس أنا والشاطئ في عنا هيك بوند غريب ما بعرف شو هو، الرابط العجيب. الرابط العجيب، ما الرابط بين ملاك والشاطئ؟ برج ملاك هو العقرب، والعقرب هو كائن يحب أن يدفن نفسه تحت الرمال، ورمال متواجدة بوفرة بالقرب من البحر، وبالقرب من البحر تعيش السلطعونات، والسلطعونات تسبح بالقرب من الشاطئ. يه 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 يه. لما كنا على شاطئ كوما بيتش اكتشفنا مكان بالجبل فيه مطل بانورامي 360،
بنقدر نشوف الجزيرة من فوق، وبنفس الوقت تغدينا وكان الأكل كتير طيب. الطعام بتايلند كتير زاكي، وين ما أكلتوا ما حتندموا. فبنصحكم إنكم لما تحجزوا فندق مش ضروري تحجزوا فول بورد، لأنه أي مطعم بتروحوا له حيكون أكله ممتاز. طريق لفورتوني كلوب بيحطكم من طريق يعني سمول هايك عشان تشوفوا هذا المنظر. تعالوا أحكي لكم شوي عن الفنادق. الفندقين اللي قعدنا فيهم فترة سفرتنا، أول واحد كان اسمه سي فلاور بانجالوز، من أحلى الفنادق بالجهة الغربية بالجزيرة، واللي بيميزه أنه كان فندق صديق للبيئة ومكانه استراتيجي قريب على أهم الأماكن بهديك المنطقة. استأجرنا غرفة على الطابق الأعلى ومطلة على المسبح. الغرفة واسعة كتير، استأجرناها لمدة 4 ليالي $310 تقريبا. وقريب من فندق سي فلاور بانجالوز كان في مكان اسمه ذا ويف، قدرنا نحضر غروب الشمس بعيد عن الناس والفوضى. هذا المكان بيطل على شاطئ خاص فيه، وبصراحة كان منظر غروب الشمس خيالي وساحر. التجربة كانت غير عادية لدرجة أني صرت أبكي من الفرح. بنصحكم تروحوا لهذا المكان. أعمل ريكورد. لحظة بيبي طلع علي من فوق. بالنسبة للفندق الثاني كان سانتيا ريزورتس أند سبا. هذا الفندق بالجهة الشرقية من الجزيرة قريب على شاطئ ثونغ ناي بان. اللي بيميز هذا الفندق أنه هو 5 نجوم وبيطل على شاطئه الخاص فيه. قعدنا بفندق سانتيا لمدة 3 ليالي $525 تقريبا، وأخذنا هايدواي بول فيلا مع إفطار، من أحلى وأجمل الفنادق اللي بسكن فيها بصراحة. تجربة جدا مميزة. هلا طلعت من السبا بسانتيا ريزورت هاي وراي. صراحة من احلى الاكسبيرينسز، يعني كان عندي تنشن برقبتي وراح. مساج رهيب هون. ما اخذت وقتي انا كتير ولفيت بالمكان هون، فرح افرجيكم كمان اللايبراري هون. ممكن افترنون تجوا تقعدوا.
الأشياء المشهورة والمعروفة عن جزيرة كوبانغان هي حفلات القمر المكتمل ونصف المكتمل. ما كان في حفلات بفترة زيارتنا للجزيرة، لكن لما كنت عايشة بتايلاند كان لي فرصة أني أحتفل مرة. بصراحة بهداك الوقت كان من أجوائي هيك حفلات، لكن الآن أنا بفضل الهدوء والروقان. فإذا حابين تحضروا فول مون بارتي توجهوا لشاطئ هادرين بيتش، ممكن تكون تجربة مختلفة. فانبسطوا. لأنه فترة إجازتنا كانت قصيرة ما قدرنا نشوف كل شواطئ الجزيرة، لكن إذا كان بدي أختار أجمل شاطئ زرناه خلال زيارتنا فهو حيكون شاطئ سالاد بيتش. كان جداً هادئ ومياه الشاطئ نقية وسباحة فيه ممتعة، الرمل ناعم وما في صخور أو طحالب كتير. واللي بعده ممكن أختار شاطئ زين بيتش، الشاطئ نفسه هو رائع جداً، لكن مثل ما حكيت لكم من قبل كان طاقة المكان واطية وغير مناسبة لجميع الأشخاص. في شواطئ كتير حول لنا الجزيرة مثل ماليبو بيتش، باتل بيتش، اللي أكيد بيستاهلوا الزيارة أيضاً. بنهاية هذا الفيديو بتمنى أنكم استمتعتوا، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى ما يفوتكم ولا فيديو بالمستقبل. أنا ملاك on the road وبشوفكم بالفيديو الجاي. سواديكا.